انا علمي. النهارده كان علينا كيمياء وكان يعني مستواها الصراحه يعني صعب، يعني يعني في العربي يعني كان جاي كويس، والفرنساوي برضه يعني كذلك، لكن بصراحه امتحان الكيمياء يعني صعب يعني وعايز فيه افكار كثير. لا في اسئله يعني اغلبها يعني كلها مبهمه يعني مش صريحه وعايزه تفكير كثير وعايزه وقت يعني بصراحه. المذاكر يعني حتى لو واحد مذاكر الاسئله عايزه مستويات عليا يعني، فاني اغلب الاسئله مستويات عليا. لا مش متوسط نهائي طبعا، مش زي العربي، العربي كان حلو ومباشر والفرنساوي برضه كذلك. اما بصراحه يعني انا اعتقد مدرستنا يعني اللي حلوا كويس يعني ما يعدوش مثلا 20%، ده اصلا لو عدوا يعني بصراحه يعني امتحان صعب، مستويات عليا بصراحه. انت يعني ايه الوقت يعني هو الواحد مش عارف يحل اصلا اسئله لها مستويات عاليه يعني بصراحه. ادبي فالامتحان كان المستوى بتاعه يعني فوق المتوسط، هو لو ضرب متوسط هيعدي فيه يعني الامتحان كويس بصراحه. لا الوقت كويس خالص يعني 3 ساعات كفتنا من زي الفرنساوي، كان 2 ساعة ما لحقناش بصراحه الفرنساوي ان احنا نحل. مباشر ولا محتاج لا لا محتاج يعني في مثلا 30% فهم و70% مباشر.